واتفضلوا مينا واحمد الشرقاوي. الحسم المره دي كان سهل، ما كانش بنفس صعوبه المرات السابقه، لانه حتى يعني احنا كنا اربعه لكلينيدو، واحد لبوصله، الصوت اللي كان لبوصله استاذ ابراهيم سرحان راح لكلينيدو، اذا كلينيدو هو الفائز. مبروك مبروك كلينيدو، فاز بجائزه إميرشا. مينا ايوه من اسيوط، اول فاز من اسيوط بقى من الصعيد يجي لنا، ولكن انا دايما بقول ضيوفنا كلهم فائزين، متسابقين كلهم فائزين، يعني بعد الحلقه ممكن تقعد مع الاساتذه الحكام اكيد هيدوك نصايح اخرى.